وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس احتراف نظام ويندوز 10. طبعا في هذه المحاضرة راح نشرح 10 أسرار مهمة ولطيفة في ويندوز 10. طبعا أغلب هذه الأسرار هي راح تسهل علينا وتساعدنا في إدارة النظام. طبعا راح نتعلم كيفية إنشاء برنامج بسيط ولطيف لإطفاء الحاسوب من خلال السحب بالماوس. الخطوات كلش بسيطة، نضغط كليك أيمن بسطح المكتب، ضروري طبعا بسطح المكتب، ومن ثم نيو نختار شورت كات أو اختصار إذا كان الحاسوب عربي. طيب راح يطلب من عندنا كتابة الكود الخاص بالبرنامج. طبعا هذا الكود بإمكانكم تسجلوه وتكتبوه بهذا المكان اللي هو علامة بالمية وطبعا وين داير، ومن ثم علامة بالمية علامة مائلة سيستم 32 سلايد تو شوت داون دوت اي اكس اي. بعدها نضغط على next. بعدها راح يطلب من عندنا اسم لهذا البرنامج، مثلا راح امسح السلايد تو شوت داون، راح اخلي فقط شوت داون، ومن ثم finish. هذا هو البرنامج. وطبعا راح نغير الايكون حتى يكون برنامج واقعي، نضغط كليك ايمن ومن ثم properties، نجي الى change icon، واعتبر ان هذه نافذة، نختار مثلا هذا اللي هو علامة الاطفاء، ومن ثم اوكي apply اوكي. راح يصير عندنا هذا البرنامج. طبعا عندما اريد اطفي الحاسبة اضغط دبل كليك على البرنامج، راح تظهر لي نافذة. هذه النافذة عندما انزلها للاسفل، فقط عندما انزلها بالاسفل راح يتم اطفاء الحاسب. وطبعا حتى لا تنقطع المحاضرة ما راح اطفيها هسه، فقط عندما اريد نطفيها هذا الجزء ينزل الى الاسفل، ينتهي الجلسة ويتم اطفاء الحاسوب. راح ننشئ برنامج مصغر لادارة الحاسوب. راح ننشئ فولدر خارق اللي هو سوبر فولدر. طبعا سوبر فولدر هو برنامج مصغر لادارة الحاسوب. طيب كيف ننشئ هذا الفولدر؟ طبعا نضغط كليك ايمن على سطح المكتب ومن ثم نيو ونختار فولدر. راح نمسح الاسم القديم وراح نكتب هذا الاسم. هذا الاسم طبعا يبدأ من أنا ويتم كتابته. طبعا هذا هو الكود الخاص بالفولدر أو السوبر فولدر. جيد، طبعا هذا هو المجلد. بعد ما انشأنا المجلد راح يظهر عندي بهذه الطريقة، اضغط عليه دبل كليك راح يظهر لي مجموعة من الأوامر أقدر من خلالهن أدير الحاسوب. طبعا بإمكاني مثلا change font، يعني setting، مثلا أقدر أغير الفونت الخاص بالإعدادات. مجموعة ضخمة مثلا عدي هنا مثلا connect a network مثلا، يعني أقدر من خلال هذه الإعدادات أتحكم بجميع مفاصل الحاسوب. جيد، طبعا هالأمر بسيط جدا ومهم واحترافي في نفس الوقت. التحكم بخصائص قائمة ستارت. عندما أذهب إلى قائمة ستارت طبعا راح أشاهد مجموعة من البرامج بهذه المنطقة ومجموعة من البرامج بهذه المنطقة. طبعا هذه المنطقة بإمكاني أن أوسعها من خلال أضغط كليك هنا وأوسع هذه النافذة، وبإمكاني أن أصغرها. أيضا بإمكاني أن أبحث بمثلا عندي أنا برامج مايكروسوفت، عندما أنزل إلى مايكروسوفت المسافة بعيدة جدا، فبإمكاني أبحث بطريقة بسيطة. عندي هذه هنا أحرف A مثلا، أو مثلا هنا إذا لاحظ B، أجي أضغط على أي حرف مثلا الـ A راح تظهر لي مجموعة من الأحرف، أختار مثلا الـ M وبالتالي مايكروسوفت، بإمكاني أن أوصل إلى مايكروسوفت. جيد، أيضا عندنا هنا على اليمين جروبات، عندنا هنا مثلا إكسبلورر، أيضا بإمكاني أن أسوي جروب خاص مثلا ببرامج أوفيس. طبعا عندي هذا علامة الأوفيس، أخلي الماوس عليها هوفر وأصعد إلى الأعلى، عندي هنا نيو جروب، راح أسمي مثلا الجروب برامج أوفيس. جيد، وبإمكاني أنه يعني مثلا أنزل الأكسل إلى الأسفل والباوربوينت، وأصعد بقية البرامج إلى الأعلى. مثل ما تلاحظون أصبح عندي جروب خاص ببرامج الأوفيس. تغيير مسار مجلد الإكسبلورر. جيد، عندما أشاهد بالأسفل عندي هنا الإكسبلورر، عندما أضغط على الإكسبلورر راح تظهر لي
الملفات المستخدمة مؤخراً. طيب عندما أريد تغيير مسار هذا المجلد، يعني عندما أضغط على الإكسبلورر تظهر لي الماي كمبيوتر مثلاً، جهاز الكمبيوتر بشكل سريع. يعني مثلاً أنا هنا أنا جاي أشتغل وحبيت أذهب إلى جهاز الكمبيوتر، بإمكان أنه أضغط على هذا الخيار راح يوديني إلى جهاز الكمبيوتر. طيب شنو اللي أسوي؟ أفتح جهاز الكمبيوتر ومن قائمة View أجي إلى Option ومن ثم Change Folder and Search Option. نجي هنا عندنا اللي هو General، عندنا بالبداية Open File Explorer، أغير من Quick Access إلى This PC ومن ثم Apply OK. عندما أفتح الإكسبلورر راح أشاهد أنه الماي كمبيوتر راح يتم فتحها بشكل مباشر. زيادة خصائص خيارات قائمة ستارت. عندما أجي إلى قائمة ستارت باليسار، هنا عندي مجموعة من القوائم، عندي الباور والسيتينج والبيكتشر والديوكومنت، وعندي هنا اليوزر اللي هو بها. طبعا أقدر أزيد هذه الخصائص بمجموعة أخرى من خلال أنه أضغط كليك أيمن على سطح المكتب وأختار Personalize، ومن ثم أجي إلى قائمة Start ومن ثم Choose Which Folders، أضغط عليها وعدي هذه مجموعة من الخصائص بإمكاني أنه أفعلها. مثلا هذه هي الخصائص كلها أفعلها وأخرج. عندما أجي إلى قائمة Start راح ألاحظ أنه مجموعة ضخمة، مثلا الداونلود، الميوزيك والنتورك، لاني بامكاني انه استفاد من عندهم بشكل سريع. اقدر مثلا اذهب الى الداونلود وهكذا. طبعا بامكاني انه اضيف سطح مكتب اضافي، يعني مثلا انا عندي هنا أنا فاتح برنامج الفوتوشوب وفاتح مثلا الجهاز الكمبيوتر وحبيت انه اضيف سطح مكتب اخر، يعني فجأة انه حبيت انه هذه الملفات المفتوحة أخليها على صفحة وأذهب إلى سطح مكتب جديد. طبعا أضغط على هذا الخيار هنا Task View راح تظهر لي هذه النافذة. عندي هنا New Desktop، عندي صار سطح مكتب جديد، أضغط عليه كليك، ألاحظ أنه أصبح عندي سطح مكتب جديد وكل البرامج مغلقة. إذا ألاحظ هنا كل البرامج مغلقة راح يغلق لي كل البرامج. طيب لو حبيت أرجع لسطح المكتب الأول أضغط على هذا الخيار اللي بالأسفل وأرجع إلى سطح المكتب الأول. لو حبيت أغلق سطح المكتب الثاني راح يرجعني إلى نفس سطح المكتب الأول. طبعا ميزة أسطح المكتب المتعددة ميزة مهمة، ممكن بكل سطح مكتب أنشئ برامج وتطبيقات معينة وأفتحهن عندما أحتاج هذه البرامج. تعيين صورة خلفية لشاشة القفل. طبعا عندما أضغط على علامة الويندوز وحرف L، إذا ألاحظ هنا عندي شاشة القفل تكون بهذه الطريقة. لو حبيت أغير هذه الخلفية هنالك طريقة سهلة جدا، نختار أي خلفية، مثلا هذه الخلفية حبيتها تكون لشاشة القفل، طبعا أضغط على هذه النقاط الثلاثة ومن ثم أختار Set As ومن ثم أختار Set As Lock Screen. إذا أجي أقفل الحاسوب وأضغط هنا ألاحظ أنه هذه الخلفية راح تكون لشاشة القفل. حفظ الصور على شكل ملف PDF. لو حبيت أحفظ الصور والملفات الوورد وملفات الباوربوينت وأي ملفات أخرى لو حبيت أحفظها على شكل PDF، أقدر بسهولة من خلال ويندوز 10 أصدرها على شكل PDF. مثلا عندي هذه الصورة بدي أحفظها PDF، أضغط عليها كليك أيمن ومن ثم أختار Print. من على اليسار البرينت أختار Microsoft Print PDF، أضغط عليها ومن ثم أضغط على Print. راح يطلب من عندي مكان، مثلا راح أختار سطح المكتب وطبعا راح أسميه مثلا صورة ومن ثم Save. راح يتم حفظ الصورة على شكل PDF مثل ما نلاحظ هنا، عندي هذه الصورة انحفظت على شكل ملف PDF. طبعا الغرض من الحفظ بواسطة PDF راح نقدر نحصل على صور بدقة عالية جدا عند إرسال هذه الصور بالسوشيال ميديا، لأن نعرف أن السوشيال ميديا يضغط حجم الصور، لو أرسلناهم PDF ما راح يستطيع السكريبت أو الموقع يضغط هذه الصور. التقاط صورة للشاشة. طبعا بإمكاننا نلتقط صورة للشاشة بويندوز 10 من خلال خاصية السكرين سنيب.
طبعا لو ذهبنا الى الجزء اليمين بها الاسفل نضغط هنا كليك ايسر، احتضر لنا مجموعه من الاوامر، من ضمن هذه الاوامر سكرين سناب. عندنا هنا مجموعه من الاوامر، من ضمن هذه الاوامر هي اختيار لقطه لكامل الشاشه. طبعا راح تظهر لنا هذه النافذه، بامكاني انه اضغط عليها كليك واحفظها من خلال هذه العلامه، احفظها بالمكان اللي اريده او اشوفه مناسب، او بامكاننا انه اختار جزء من الشاشه مثل ما تلاحظون اريد احفظ مثلا هذا الجزء فقط. ايضا راح تظهر لنا هذه النافذه، اضغط عليها كليك ومن خلالها اضغط على علامه الحفظ واحفظها. كتابه سمايلات بويندوز 10. طيب لو فرضا فتحت برنامج وورد مثلا بهذه الطريقه مستند، طبعا حتى اكتب الرموز التعبيريه اجي اضغط كليك ايمن على علامه اللغه بشريط المهام، ومن ثم اتاكد انه مفعل الخيار اللي هو شو تاتش كيبورد بوتوم، راح تظهر لي علامه الكيبورد بهذه المنطقه، اضغط عليها كليك، ومن ثم اذهب الى السمايلات، بامكاني انه اضيف السمايلات اللي اشوفها مناسبه. طبعا بامكاني اضغط هنا ومن ثم اضيف السمايلات، مجموعة ضخمة جدا من السمايلات بإمكاني أضيفها بداخل أي برنامج. طبعا بالإنترنت بإمكاني أن أضيفها تكون ملونة، وبداخل برنامج وورد وأوفيس تكون بنفس اللون المستخدم مع الفونت. طبعا هذه 10 أسرار مهمة وضرورية في استخدام نظام ويندوز 10. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.